سنن النسائي كتاب الطهارة باب سؤري الحائض. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي بن بحر الصيرفي الفلاس من الثقات الأثبات رواه الجماعة. قال حدثنا عبد الرحمن. عبد الرحمن هنا وعبد الرحمن المهدي من أساطير المحدثين، هذا له منة على الأمة بأسرها عندما طلب من الشافعي أن يكتب له الأصول فكتب له الرسالة. يقول: ما تركت سجدة إلا وأدعو بها للشافعي. عن سفيان. سفيان هنا هو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله رضي الله عنه، أنت يعني أولى الناس بالترجمة. عن المقدام بن شريح. هو المقدام بن شريح بن هانئ بن يزيد الحارثي الكوفي من الثقات، قال فسوى الثقة، قال أحمد، قال أبو حاتم الرازي صاحب الحديث، وأحمد حنبل أيضا وثقه، وقال النسائي ثقة. عن أبيه. أبوه شريح بن هانئ، نعم، من خيار التابعين، مخضرم يعني أدرك الزمنين لكن لم يحظى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، هي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قالت: كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه حيث وضعت وأنا حائض، وكنت أشرب من الإناء فيضع فاه حيث وضعت وأنا حائض. تكلمنا على الأسآر، سؤر المؤمن طاهر، سؤر المؤمن على الطهارة، وهنا أتى بسؤر الحائض. ولما؟ لأن المرأة الحائض تعلمون بأن تباينت الأمور عندها في الأمم حتى السابقة، اليهود كانوا لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجمعونها في مكان، والنصارى كانوا يستخدمونها حتى الجماع في الحيض. وجاءت هذه الشريعة الغراء تبين لنا الوسطية، قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فتطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الغرض المقصود هنا، فلما قال الله تعالى ولا تقربون حتى أطهرن، بيانها وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي بأبيه وأمي قال: اصنعوا كل شيء سوى النكاح. وهنا ترى بأن عائشة رضي الله عنها حالة كونها حائضا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهي في حجها وهي طاهر وهي حائض، وأيضا كان يلتمس أنها تأكل من موضع فيذهب فيأكل من هذا الموضع، يذهب فيأكل من هذا الموضع، يبين أن سؤر الحائض أنه على الطهارة. بل كان سلم يتتبع يعني فم عائشة رضي الله عنها وأرضاها ومن باب وعاشرهن بالمعروف، وهذه الدلالة فيها واضحة، الدلالة فيها واضحة. تلمس الموضع الذي كانت تأكل منه أو تشرب منه حالة كونها حائضا يدل على أنه لا تغيير، أن الحكم واحد، وأن سؤر المرأة الحائض على الطهارة. إذا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه حيث وضعت أنا، قالت وكنت أشرب من الإناء فيضع فاه وأنا حائض. وهذا كما قلت فيها بيان جواز الالتقاء بالحائض ومس الحائض والسلام عليها، وفيها أيضا بأنها على الطهر، النوم معها في لحاف واحد. وسطية الإسلام، وسطية الإسلام بين يهود والنصارى، فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يبثثن حديث النبي، من حسن الخلق حسن العشرة، من حسن الخلق حسن العشرة.